غزوات غزوات كي كم دبوا النبي سيف سوق هذا سيف مرقابو صحابة دي كوري ايا سيفتا ايقا قادن مرقابو صحابة دو قعنتا تاقين انا قادن انا قادن دقال كينا او صعبا والي صرف الدياء مرقابو نبي قولي ايا قادن وحق ايقا نسين مرقابو صحابة قعنتا اللو وضا النقدين ابو دجانا صحابي اللو رنجري بادا انا قادن وحق ايقا مرين حقا كرنا نبي قينا ابتقي با قعنتا صوتا الزبير انا قادي وقعنتا حق سيفتا حق ايقا مرين زبير نبي يقول انتو ايجي بو سيفت او ديبي ابو دجان ونبي بو سيفت او ديبي ابو دجان سماك بن خرش رضي الله عنه عند الصحابي الزبير بن عوام وعلي والله علوش اور كان وحكو قبتي بو مالك وحان السري اذو النبي محمد ان ابتقي او اي كدش صفية بنت عبد المطلب ما هو النبي يقول سيفت اذيك كاقل لحيي وابو دجان وقول ديبي حدنا وحان سري والنبي والرسول إلهي ويان كل النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال حكمة ما كدب بيسه بل أبو دجان وحوص ميها في رسد أبو دجان رضي الله عنه سيفت بقاتي مرقى سيفت قل كان لك ساري حقي قوامحي وإن أتقال لها مشركي تقورت أتك قوي سد وإن سيفت قل كيدا أي قصة نقوم بلغو يلي مرقى سؤال الله صباحي مرى يروع عصو هل كابو كحدي ويكو قران تحي نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين عربتنا دقان وحيل حيد مرضى عصنك مدح كحر دوا دمشو مصو جيسن يبي كدقان تاي دمشم وياني مركاس صحابة مدح قبصدين أبو دجان مات وحو الله صباحي على مدى موت مركو دقال كحقي سوسي دقاقي دقال كنا ماها الرساس وحل اسكو مرا يوغو واسيف وقعان دل اسكو لتكيا وعلى السعود كددك كبير كبدن لحرقوه أي السعودان سدودا أي أدقى قيبة لرسوه سسيق القلو عناية مركز صحابة وي إيهن يا رسول الله رسول كأوتقين يا رسول الله ها أبو دجانة ها سيد متكبرين توسع على إيمان ذركي مركز أبو النبي صلى الله عليه وحول ورنتين سيد أبو دجانة أو السعودان سعد كنوع عاس إلهي ما جعل أبو النبي كيدي لكن ما لهنا إلهي كجعل إلهي ورسول كيدي وحكو حرقونا يا حرقة ده ماش يدي بو دي إنا كمان تدني يريد أنه حرقة ده الكيد دي سعد كأبو دجان أو دقاقي أبو النبي كيدي إلهي ونعبي هاي لكن ما لهنا إلهي كجعل إلهي ورسول كيدي وايو بعد إلهي بوسي حرقونا يا إنه دين الدفاع يقولون أنتو وبلغ النبي يقول لك لا ينو بوحيو أي أوسي حرقونا يا وعن قصدها أوسو قاتي وحويان شيء والب صحابة هلك الله تلقى لبي كبحيين إنك ما تبقاله إني هلكو كبحيا إنت سأوبدا دل يرمج إني هلكي كبحي سا قوة ديني هلكي كبحي سا عقل إني هلكو كبحيا حوق إني هلكو كبحيا ما توفي رسالة ولا ليال صلاحيات إلهي نقليي مجتمع مسلم كأنت هذا أبدا وهل بعض الله يقول لسوء علو وقتين يقول ما دمانتا نعمة إلهي وكسيي كيف يدادو استعمال إلهي شرع عبد ويكو حديد تحديد بيكو سميس عنتدي كلوا واشربوا عنتدى إلهي وحونا أمر عنا بو إلهي عنا وحلال عن عن أعب لكن ولا تصرفوا إسرافنا با إلهي إسراف هو محي عندما أنت على الشهد أبا أنت هين كبدا حدات كل ردد إن أدفع إذا كهشا هستوك حنون إن أتكا قادم ويالي وماشا دخترد ودتك إيمك أي كرة تليان إلى دان عندما أنا إسكي يرأي سعد كنبضية دختر رومانا أيا أوي مدي هارون الرشيد مركز يقول يا أيها الملك قرآن كينو وانو في رسدو علم الأديان بك ورما سمادا جندا نارتا شريعتا آخرتا قيامها لكن علم الأبدان كما ورما علم الأبدان وعلم قد اخترني ماذا عبد الملك وحكوري هارون رشيد باكويري آيات بركد آيات اخترني ماذا دم بإلهين ما أقول شيئا هذا أنا فهم سنين بكويري مرقاسو الإيفاس إيشك مرقى هارون رشيد باكويري خادم كيسي
كلوا واشربوا ولا تسرفوا فسروا معني يبني ودختر عدانا آيادا كلية آيادا بركيد الله معني يي والله وحد وارهن قرآن كو هذا علمي وكتك هبا يراتي مجر تبني وحان أنكو أن أغاني يبني هذا دختر أنهي حانونا ذو أبادن بني آدم كقارع وحي كسو قارع وعلوشا عمت أي كجر تعمتك لك دول جيو طعام على الطعام بركة شريعة الإسلام شهوات كاك أدونك أدون شهد أدكو قدن إيسو حدود بوية شو حدود هذا الكيوال لقو حد دي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمد فليقل خيرا أو ليصمد منبقون وفك إلهي إنو جرو رميسا آخرين جرتنا كو حساب تما يو خير كو هذا البو نبي قول أمسك آمس هذا الكو نعمة قول لماذا مغل كو نعمة قول لماذا أرقو نعمة قول لماذا أفرسو لبا تنجر كي سديتنجر مسكو مغل با مي مسكو أرق با مي مسكو قوة با حق هذا الكا مي مسكو صعود با مي سيدي تنجركو مركا تسورتا تقول حكورنا يا كما هاي بكورنا دير هذا الكما هاي هذا الكو اسلمي أرق اسلمي مقل كو اسلمي وحكورنا هذا الكوري وقاد لماذا؟ لأن نعمة دو السورة معتي يا معشر الشباب وحن أركا مجتمعا بفضل الله عز وجل لن يربو بدن يهي مساجد ما لها بدن صوم رينا مجتمع مساجد صوم رينا وحن لن يرو وحن نفتا إذن كوانين يا إني كان نقوانين يا نعمت إلهي نسيي هل كي الله قلت لك لها نقنو يعني عندكم ضيعين إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا سفيعا اغتنم خمسا قبل خمس صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك شبابك قبل حرمك غناك قبل فقرك أبو النبي صلى الله عليه وسلم شن نعمله انت هذا يستد شن انت يسكوكو ايمن وقفا ايدي سبو النبي محمد كله يحي دل يرنم هذا كفا ايدي سيتا دل يرد تحي وايا قبو باكو سو صعدا انت العافماتك هاي سكفا ايدي سو وايا حنون با دبا صعدا قداشي سيمن دونا عافمات فراغ كفا ايدي سكا عم بنان ايدا وايا من دو تحيلي ايدي قن دو تمشغول مشغول قوام حي مهرد با ديالان كرتا رير با ديالان ايسا علماء ايمان ايا علمه باب بكون ايا اسكول بو باهن يهي دختر بو باهن ايا بسكيت بو باهن ايا تعليم بو باهن ايا در بو باهن ايا داو باهن ايا لكن مركا بلن يرادا مناتي اقو مركا انت فراق هاي ستو كفا ايدي سيتا ند مشغول انت عافماتك هاي ستن ها وقفا ايدي سيتا حنوك وكبود علم انت غني قتا هاي غني غني قوا ايو أبني بعد هاي ستة أبني قوى النعمة عاف ماذا بعد ستة عاف ماذا قوى النعمة قوت اليوم بعد هاي ستة قوت اليوم قوى النعمة لحاتي بقى قوت المستر لحات قوى النعمة انت غني قتها ضيقتون تهي اي ولي باهي باهي دو اين كوكب بدنين اي باهي دو اي حد لن تهي بالغنية هاي غنى هذا كفى اذا سوى الله لبا يعمشتري تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة برواقدا انت هيسو الى حجرو مال انت ديباتو اديغنا كول سو دريستو ايو الهي اديغنا كو سو غورمن دوناي برواقدا امنغو وا برواقو عافيمات وا برواقو غينادو وا برواقو صحتو وا برواقو دليرنمدو وا برواقو اسلامنمدو وا برواقو مساجيدا هيساتيد كو توكنيسد ee culimadu maanta mar walba ka qeyliyaan waa barwaaqo tijaarada xalaashad haysato waa barwaaqo barwaaqada intaad haysato ilaahay garo oo xiriir fiican ilaahay la yeelo maalintay dhibaato adigana kula soo daristo ilaahay adigana ku soo gurman doonaa sidii ninkii reer bani israa'iil ahaa la oran jiray jurayj aabid reer bani israa'iil abuha aabid reer bani israa'iil abuha ubaad reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhawaadaan mujtamaaca ka dhaxbaxayeen ruuhbaan bay noqonayeen ruuhbaaniya buuraha dusheeday degayeen soomicad bay dhisanayeen cariish halkaa ilaahay kula munaajoonayay dadna halkaa ilaahay cilaaqo fiican u la yeelanayay
isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u timiday baa la yiri markaa bay ku tiriya jureej markaasuu dareemay sawtkaas inuu yahay sawtkii hooyadii inuu yahay markaasuu yiri ya rabbi ma salaada fadli badan mise hooyada inaan ajiibo oqoontiisa ayaa yarayd waayo caabid buu haya caalim maahayn baa la yidhi caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya dana markaa buu yidhi salaada ka fadli badan salaadaada iska wado way raagsatay way iska noqotay maalin dambe ku soo noqotay yaa jurayj markaasuu hadalkeegii gartay haddana salaadii buu iska watay way ka noqotay maalin saddexaad buu u soo noqotay yaa jurayj haddana way ka noqotay waa caalim maahina waa caabid waajib iyo sunnaha ma kala garanayo salaaduu ku jira waa sunno weeyaan waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan an iskurnii waliwaalidayka ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq labadaada waalidna u mahadnaq ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay biru aabaa'akum tabiru abnaa'akum baa nebigu yidhi labada waalid u samafala kuwaad innikuna aad dhashaan ba inii samafali doonee buu rasuulku yidhi salaada sunnada iyo baaqa waalidka baaqa waalidka inuu ajiibo yahay liqillati fiqh cilmihi ayuu yidhi salaada ka khayr badan salaadii buu iska watay way ka noqoto habaar bay dusha ka saarto waxay tidhi ilaahow inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeeno ku fidnaya mooyaane habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalidu ree bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii jureej ahaa ummaddiiba uu ka dhex baxayo halkaasuu ilaahay ku caabudaayo weli ilaahay buu noqdayo tacalluq buu ilaahay la yeeshayo naagaha xunxun ee jirkooga gada ahayd ayaa timido ku tiri anu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan bannaankii bay ugu timidee buur dusheeday ugu timidee keligii si walba way isku hor dhigtay baa la yidhi waxay leedahay bal ha ku damco markaabay ku leedahay jurayjo waa labadeennoo keliye kaale waxaan doonaa samaynu han ciyaarne walaakiin jurayj imtixaan hooye unbaa ku yar dhacay mooyaane qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa ilaahay cabsadiisa taqwadu waa cajiib taqwada allahna siiyo